وبما ان الستات هي عمود الاسره، وبما ان اظن واضح من الفقره اللي فاتت ان الامهات كلها متوتره عشان دخلت المدارس وقعدت البيت، ويا ترى بعد الشر هنقعد كوارنتين تاني، هنقعد في البيت تاني بعد الشر في الشتاء ولا لا؟ فعشان كده احنا قلنا ندلعكم بقى الفقره دي. مفيش داعي نعمل كل الكوارث اللي عملناها القعده اللي فاتت، نصبغ في البيت لنفسنا ونلعب ونقص ونقلد كل الفيديوهات اللي نزلت على تيك توك. احنا نشوف الخبراء بينصحونا بايه ونتبعه. وضيفنا النهارده استاذ علي باندا، مصفف الشعر. مساء الخير. مساء النور. جالك كوارث كتير الفتره اللي فاتت صح؟ بعد الكورونا الموضوع كان صعب قوي. يعني طبعا كفايه مريم فارس قصت شعرها في الفيديو. بجد نص الناس زعل قوي. ده انا بحب شعرها جدا. لا قصت الاطراف لنفسها وعلمتهم. الاطراف بس هي قصت الاطراف لنفسها صح. انما بقيت التيك توك اللي نزلوا ما اقولكيش بقى يا عيني على حوادث صح. والصبغه في البيت، ومش كل الالوان سهله ان الست تقدر تصبغها لنفسها في البيت. والست احنا عاوزين ندلعها، لان اصلا السنه اللي فاتت كانت صعبه، وربنا يرحمنا وما يبقاش الشتاء الجاي زي السنه اللي فاتت. امين امين. بس عايزه اقول لك ان تغيير لون الشعر ده بيغير المود تماما. طبعا يعني شكل شعرك ده والله. وفي ناس برضو تحس انها فوقت لما عملت ضوافرها، عملت مايكرو بليدنج. وانتوا عندكم بيغير لك مودك شويه، بيبقى الموضوع شويه احلى. يعني خدنا لفه عندكم بقى، احنا هنسكت. أيوة. وانت خدنا لفه عندكم. خدنا لفه بقى. بصي ان 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 ان, إن حد يغير لون شعره في البيت ده موضوع صعب جدا. ممكن تعملي وان كلر في البيت او تعملي جذور في البيت، لكن بيبقى في حاجات يبقى انت صعب تعمليها في البيت، زي مثلا الهايلايت. بيبقى الموضوع صعب جدا. والالوان طبعا هتطير بيبقى صعب. الموضوع اللي انت تعملي دوت في البيت بيبقى الموضوع مش سهل، عشان بيبقى فيه بليتش وبيبقى فيه موضوع صعب جدا. ممكن شعرك يتحرق، ممكن شعرك يقع. في البيت ممكن وان كلر بس، او 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 تعملي مثلا جذور شعرك، لكن تغيير نو واي، لازم الصالون. طيب او لازم حد متخصص. انتوا عندكم خدمات كتير، احنا شفنا في الفيديو كمان انتوا ما شاء الله عندكم خدمات كتير. طيب انا بقى ما بحبش السؤال بتاع ايه الجديد في قصات او الوان الشعر، لو انه هو طبعا سؤال عام، ولكن انا دايما مع فكره انه كل واحده بتعمل اللي يليق عليها، لكن برضو نحب نعرف الجمهور ايه الجديد. بصي هقول لك، هو ما فيش حاجه اسمها موضه، احنا اللي بنعمل الموضه. ممكن الموضه تلاقي عليكي ما تلاقيش على غيرك. يعني ممكن اعمل لك انا لون يبقى عليكي لون موضه، بس عليكي مش مش يعني مش 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 حلو، مش حلو، مش بتاع، مش ماشي مع لون بشرتك. مش ماشي مع لون بشرتك معايا. يعني مثلا ما تبقاش مثلا واحده سمراء عاملاها بلوند. نو واي، بيبقى الموضوع شويه صعب. مع لو كتر قوي دلوقتي، هي مصر كلها. الا انا بقول لك هيبقى بلوندات. حلو اللون ده، بس هو حلو لما بتبقى واخده تان قوي. بس بعد ما التان يروح هنعمل ايه؟ وما ينفعش برضه اعمل بلوند لواحده بيضه، بيبهت الوش، بيخلي وشك اكنه تعبان، مسفر، اكنك دايما عايزه تحط ميك اب وهي خارجه. دي صح، دي بيبقى لازم على طول ميك اب. وفي تقريبا نص الناس مش بيحطوا ميك اب، يعني بيبقى الموضوع شويه تحب بيبقى شويه يحبوا دول. ايوه تحب تنزل كده على طول، مش لازم ميك اب. ايوه بغسيل الوش ماله. ما هو دلوقتي كمان لو انا قصت شعري مظبوطه على وشي ولون الشعر مناسب لوشي، ويا سلام بقى كمان لو مجوده اكتر وعامله مايكرو بليدنج لحواجبي، هي اتحلت المشكله. يعني الناس هتخرج فعلا، الناس هتخرج فعلا من غير ميك اب، مش محتاج ميك اب. بس في ناس بقى انت عينهم بلوند، بيبقى هم مصممين على البلوند ده، بيبقى بياض مع بلوند، بتحس ان في وش مصفر بهتان ميته. يعني حاجه زي الكمياوات كده. ممكن نعمل حاجه، مثلا نعمل حاجه اسمها بلياج، بنسيب مثلا 10 سنتي او 7 سنتي غامق من فوق وافتح من تحت، دي حاجه اسمها بلياج، بتبقى افضل. بتريحك في حاجات كتير، يعني مش بتبهت الوش، بيبقى اللون بعيد عن وشك، بيبقى الموضوع احلى. يعني طب يعني احنا معلش معلش والنبي لا لا عايز على حاجه. انا شعري بقى ليه كل شويه قصه، هوديه فين؟ استني هيرد على ده. انا بس تكمله كلامك، هو عمالين نسيب 10 من فوق و10 من تحت، واحنا الجيل اللي اتربى على ان صبغتك وقعت روحي صبغيها. فمش قادره برضو اتعايش مع الموضه دي قوي. بس اقول لك هي دلوقتي هيبقى لها 3 سنين او 4 سنين تقريبا، هي مش 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 ترند جديد. بس الالوان ديت بقى لها شويه، يعني مش موضه قوي. يعني وطبعا انت برضو اللي بتقرر تليق على مين الحركه دي وما تليقش على مين. يعني انا مش بتاع كلر، بس مش بشتغل لك اعمل لك لون وخلاص. انا بقول لك اللي ينفع معاكي واللي ما ينفعش معاكي. يعني في لون ينفع معاكي يبقى شكله حلو فيكي، وفي لون ما يبقاش حلو فيكي، فبعمل لك اللي يبقى مناسب ليكي. انا بعمل الموضه. صاحبتي فلانه يعني. نعم؟ يعني مش هجي لك اقول لك صاحبتي انت عملت لها مش عارفه ايه. يعني. ممكن يبقى لها على صاحبتها مش لاقي عليها، يبقى دي مشكله برضو. فاهمه؟ بيبقى في مشكله ان ممكن يبقى عليها حلو عليها مش حلو، فاهم قصدي؟ يلا اتفضلي. طيب بقى ما قلتليش، عشان انا كل شويه بقص شعري من كتر ما اتبهدل من ميه مالحه وميه وكلور واشياء من هذا. بيغير لون الشعر. امال المالحه كلور بتغير لون الشعر؟ لا، وبتغير الملمس كمان. الملمس بتخلي الشعر شويه ناشف. يعني مهما يتعمل له حمامات كريم وزيت، بيبقى في برودكت مثلا للبحر او للشمس. حاجه بيبقى بيعمل زي طبقه عازله على الشعرايه من الشمس، من البحر، من الكلور، من
شويه بيساعد طبعا ما بيساعدش قوي بس يعني 50% بيبقى احلى. بس في البحر شعر الناس كله بيبوظ يعني في البحر والميه والكلور بيبقى الموضوع شويه صعب. خلاص فنفترض انه ما استعملناش البرودكت ده قبل الصيف راحت علينا باي باي شعرك والناس دلوقتي باي باي وشعرها ناشف وتعبان، ايه الحل الصح؟ الحل الصح ان نبدا كورس علاج تريتمنت للشعر. نوقف صبغه خالص، الصبغه في حالات وحالات ما ينفعش اعملك صبغه، يعني ممكن يبقى شعرك بايظ تيجي تعملي تقول عايز اعمل لون يتحل. ما اقدرش اعمل لك لون. يتحل. لازم انا اعمل لك تريتمنت الاول اهلك شعرك للون عشان هي الفكره مش في اللون، يعني انا اعمل لك لون وخلاص. الصبغه والهايلايت ده بليتش كيميكال حاجات اكسجين عالي ودرجات اكسجين متفرقه، فما ينفعش ان انا اعمل لك لون في حال شعرك بايظ، لازم اعالج عشان ابدا اشتغل، وما ينفعش اطلعك بسرعه اللون انت عايزاه، لازم اهل الشعرايه. بيبقى في خطوات دايما كده. الناس تقول لك ايه طب خلاص خارجه من الصيف غمقي وقصي الاطراف. بصي غمقي دي بتبقى برضه موضوع تاني بيبقى كارثه اكبر، عشان انت لما بتغمقي بيبقى صعب تفتحي، بيبقى يعني من غوامق مثلا من الدارك او سوبر دارك او دارك براون الكلام ده بيبقى الموضوع شويه صعب. لو طلعنا شويه الميديوم براون للايت براون بيبقى الموضوع شويه اسهل، لكن غوامق بيبقى الموضوع شويه صعب. طب يعني بقى الاحمر احمر بقى خلاص ما تعمليش صبغه تاني، يعني لازم ينزل من على شعرك مثلا سنتين ثلاث سنين. في الاحمر بحب النبيتي، مش الاحمر النبيتي قوي، بس هو طبعا اللون بيتعاد كل اسبوعين ثلاثه. بس ما بيقعدش معاكي، ما بيقعدش بيبقى في مشكله الخروج من الاحمر في المعارض بقى. اي حاجه بتقلب اورنج، اي حاجه ترد اورنج، تخرجي من احمر للون فاتح، لا بني محمر بني، لا ما هو بقول لك بتخرجي يعني بتخرجي برضو دارك، بتخرجي مثلا براون محمر ريفلي محمر كده بسيط، لكن بيبقى صعب تخرجي الحاجات لايت، بيبقى الموضوع شويه صعب على الشعر، غلط على الشعر بتبوظ. والاسود نفس الشيء، الاسود نفس الشيء، والحنه نفس الشيء، والحنه نفس الشيء، الاسود والاحمر اكتر ثلاث الوان مستحيل تقدري تطلع منهم بسهوله. مره كان معانا فعلا برضو هير دريسر وقال انه الحنه تعامل معامله الصبغه السوداء، تقعدي سنه لا هقول لك علشان تقدري تصبغي شعرك. لا هي الحنه والكلر ما بيجوش مع بعض، ما بيمسكش يعني ما بيجوش مع بعض، يعني بالذات الحنه مع البليتش بيحصل زي ماده تفاعل كده مع الحنه عشان فيها حجر اسود والكلر عشان فيه كيميكالز بيتفاعلوا مع بعض بيبقوا على الشعر، فمستحيل الحنه مستحيل مع الاسود الاحمر. ما عملت حنه خلاص استني بقى لما تروح اثرها ممكن أسرع يعني لما لو الشعر مثلا عند الكتف هنا سنه مثلا 3 4 سنين عقبال ما الحنه تروح منه، لكن عشان تبقى سنين يا نهار ابيض ممنوع تعملي فيه كلر، بيبقى الموضوع شويه صعب. طيب علي من فضلك قول لي كده دلوقتي، في بنقعد نسمع عن تريتمنت مختلفه، شويه يطلعوا لنا بالبوتوكس، شويه يطلعوا لنا بالمش عارفه البروتين شويه يطلع مسميات كتير. بصي هو كله بينطق بيبقى تحت بند الكرياتين، بس هما بيغيروا اسامي يعني والله هو كله في الاخر كرياتين. اما ما يقول لك ده مش عارفه ما فيهوش فورمالدهايد عشان في حاجات ما فيهاش فورمالين بس يبقى حاجه او حاجتين بكتير قوي، معنى ان انا حطيت لك ماده على شعرك بوتوكس كرياتين جيفيكسين بلاتينيوم سيليكون ايا كان الماده هي وفردت شعرك فيها فورمالين. لازم اصلك شعرك هتفرد ازاي غير ما يكون فورمالين؟ يقول لك نسبه اعشاب طبيعيه، مش موجود الكلام دوت. في حاجه وحيده بس اللي ما فيهاش فورمالين هي الجيفيكسين وحاجه اسمها بلاتينيوم. دول اكتر حاجتين ما فهمش فورمالين، ودول بيفردوا الشعر برضو نو بيشيلوا هيشان، بس بيشيلوا بيخلوا شكل شعرك زي ما هو بس من غير هيشان، يعني بيخلي شكل الشعر حلو بس من غير هيشان. انما اللي عايزه تفرد لازم فورمالين، لازم فورمالين طالما في ريحه في الماده فورمالين، فرد أوكي. شعرك فورمالين أوكي. يبقى الموضوع هو معروف شويه، بس هو احنا شويه بيبقى بيجريك الشعر شويه بيبقى بايظ، بيبقى محتاج فورمالين فعلا يبقى لازم تعمل له حاجه فورمالين عشان يفرد معانا الشعر. اول مره اسمع ان شعر محتاج فورمالين، انا دايما بعرف انه اهربي من الفورمالين. لا بص اقول لك، هو الفورمالين دوت بيبقى هو بنسبه 1% او 2% حاجه لا تذكر، يعني مش بتاذي، هي بس حاطينها عشان تفرد الشعر، هو ماده الفورمالين والكيميكالز اللي فيه لفرد الشعر. هو في حاجات ثانيه ما فيهاش فورمالين ما بتفردش فقط غير بتشيلك هيشان بتقعد معاكي شهرين، لكن اللي فيه فورمالين بيقعد معاكي من 5 شهور لتقريبا 7 شهور او من 4 شهور ل6 شهور تقريبا. اوكي طيب انتوا عندك مكان طبعا اللي اتفرجنا عليه ده وكده، واكيد بتقابلك الزباين بتاعت ايه؟ لا انا جايه مقرره انا عايزه ايه، انت ما تختارليش يعني. طب سوري طبعا في الطريقه طبعا بس بيحصل صعب. انا عارفه ايه اللي هيليق عليا. صعب صح جدا والله، بس يعني بعرف يعني خلاص بقى تعودنا. يعني انا صاحبتي عملي انا بحبه انا عايزه ده، انا عارفه انا عايزه ايه، بتتصرف ازاي في حاجه؟ بص ببدا اتعامل لو هينفع معاها بعمله لها، لو مش هينفع ببدا اقنعها. بيبقى في عندي مثلا 2-3 اوبشنات تانية ببدا اقنعهم منها، اللي انا ممكن لازم اعمل لك حاجه احلى من دوت هتلاقي عليكي افضل، لكن انا جاي عايزه دوت ببقى انا شايفه لو هينفع معاها ويبقى شكله حلو بعمله لها، لو مش هينفع لازم اقنعها بحاجه تانية على طول.
بحولها للون تاني على طول. بس مش ممكن توصلوا الحيطه سد اللي هو لا ايه يعني، لا مش هنعمل يعني بيسمعوا يعني. بص عشان انت برضو بيبقى حد مثلا برضو فاهم وكده، حد عنده خبره عشان واثقه فيك يعني، فبيستقبلوا الكلام ممكن يغيروا معانا. طب انا عايزه اقول لك حاجه علي. انا مثلا زمان زي ما قلت لك قبل الهوا، كنت كل ما ازهق من خلقتي في اسبوعيا اغير لون شعري. انت قمر والله العظيم. ربنا يخليك. طبعا العقل زينه، شعري راح كان تقيل وحلو كده ايام البركه. عزائك الوحيد انه لايق عليك القصير. ايوه عزائي الوحيد. الوحيد انه حلو عليك. ان لما بحلق ربنا بيسترها. شكلك حلو فيها. ايه اللي مفروض ان الست ما تغيرش يعني؟ ايه انا مثلا عملت لون النهارده وزهقت، اقدر بعد ايه اغير اللون ده؟ مش قبل 3 شهور لازم اسيبه 3 شهور؟ بصي عشان بيبقى قبل ما افكر اغيره، عشان خاطر بيبقى الـ 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 الصبغه كلها كيميكال زي ما قلت لحضرتك. ما ينفعش انت تغيري كل شويه. ممكن اغير لك لو مثلا هتغيري مثلا من 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 افتح لاغمق بعد شهر او بعد شهرين، لكن من افتح لافتح ما يبقى الموضوع شويه صعب. بيبقى شويه البليتش قوي على الشعر، بيأذي الشعرايه، بيكسر الشعرايه، بيقصف الشعرايه، بيكسرها تكسير. بيبقى الموضوع صعب يعني. الشعرايه عامله زي الزرعه، عامله زي الحاجه اللي انت بتسقيها ميه بتكبر. شعرك لازم كريمات، لازم فيتامين، لازم حاجات كتير عشان يفضل شكله حلو. لما بتيجي تعملي الهايلايت وما اهتمتيش بيه وكذا مره صبغه ورا بعض، الشعر بيبقى خلاص، بيبقى الموضوع شويه صعب عليه. طب خلاص ده للناس اللي هتعمل نيلوك حلو وهتعمل الوان فاتحه او لو لايتس او هايلايتس وكده. طب الناس اللي بتصبغ الوان كولر الغامق في البيت او تعمل الجذور فقط، ده سهل. نصيحتين ثلاثه بقى منك كده للست الكل يعني اللي في البيت. بص انا ما انصحهمش غير بالجذور او بوان كولر يعني، حاجه بس غامق دارك. تمام. يعني شويه في ناس برضو بيلعبوا في الفواتح. خلاص دول مش بنخاطبهم، احنا قلنا لهم ان ده غلط. احنا بنتكلم على التعليق. اقول لك حاجه، ما فيش ست تعرف تعمل لايت براون في البيت. لا بيقلب اورنج عشان هم بيشتغلوا على الشعر غلط. يعني هو بيبقى لازم تحط فوق حاجه وتحت حاجه، هم بيشتغلوا على الشعر كله بالعلبه اللي بيجيبوها وان كلر على الشعر كله. صح. فعندك الجذور بتسخن قبل الشعر من تحت فبيفتحوا اورنج. هما مش فاهمين، هما بيحطوا على الجذور الاول. لما انا باجي احط على الجذور في جسمك بيسخن الصبغه فبيفتح الجذور اورنج، بيبقى فوق لون وتحت لون تاني خالص. يبقى احط تحت الاول واجل الجذور شويه. برضو تحت الاكسجين وفوق باكسجين. ما انا كده كده هاخد يعني منك انصحهم بغوامق، ببراون، بدارك براون، بسوبر دارك، الحاجات دي يعني دي مش هتعك معاهم. لا ده بياخد وان كلر من فوق لتحت، بياخد زي بعض عشان هو غوامق. ونفس التوقيت احط نفس التوقيت فوق تحت من فوق لتحت على طول، لكن بعد الدارك براون ما تلعبيش. طب احنا مثلا عند الكوافير ما بيبتدي بالروتس الاول، يعني مش هغير لونه، بيستعمل نوعين، ببتدي بالروتس الاول بعدين في الاخر مثلا. حسب انت بتعملي ايه يعني، حسب هو ايه اللي هيعمله في شعرك. في ناس ينفع ابدا معاهم بالجذور وفي ناس ما ينفعش ابدا معاهم بالجذور. اوكي. يعني في الوان والوان حسب اللون احنا هنعمله. حسب اللون. حسب اللون هو اللي بيحدد. يس. هبتدي هو اللون اللي بيحددك. اوكي. طيب احنا داخلين على الشتاء، والشتاء يعني غوامق. انا طبعا خلاص الحمد لله بعد ما جبت اخر شعري خالص برضو زي ليلى وجربت جميع الالوان اللي لقيت عليا واللي ما لقيتش عليا. انت عمرك قصيت شعرك زي على جرسون؟ طبعا. طب خسارة عليكي. سنين بس قصيته بمزاجي مش عشان محروق. ايوه. لاحظي ان كلامي جارح. عليكي. فانا دلوقتي خلاص انا مرتاحه نفسيا في الغامق. في الغوامق. والغامق دايما بتظهر في الشتاء. احنا خلاص فاضل، احنا داخلين على الخريف والخريف بيمهد للشتاء، وبتظهر بقى الشوكليت براون ودرجات البراون شويه وبتاع. الناس اللي عملت اللو لايتس والهاي لايتس الكتير الصيف اللي فات دي ايه؟ نغمق بقى الموضوع سهل. ويفضل في شيت فاتح في غامق ولا هنغمق بقى؟ ممكن يبقى وان كلر، بس لو فيها هايلايت من تحت بيبقى شويه الهايلايت افتح درجه من فوق. طبيعي لما بتيجي تعملي صبغه بيبقى حلو، بيبقى حلو، بيدي شيت حلو. بس ممكن تغمقي على موكا. الموكا الوان موضه في الشتاء. ممكن تغمقي على براون. الموكا اكتر موضه دلوقتي طبعا. يا عيني نورتنا واسعدتنا، ويا رب يكون كمان المشاهدين بتوعنا اتبسطوا. وهنشوفك ان شاء الله في مرات ثانيه باذن الله. احنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني.